السلام عليكم. ظل هذه الأوضاع الخطيرة اللي كنعيشوا حاليا اللي كيعيشها العالم كامل، عندي واحد ربعة ديال النقط بغيت نهضر عليها، خصوصا في هذا التفشي الجهل في الأوساط الشعبية اللي حنا كنحذروا منها بطبيعة الحال. ربعة ديال النقط: أول حاجة، استهتار الناس مردهم إلى إيمانهم بأن الفيروس ليس قاتلا وأنه يقتل فقط الناس أصحاب المناعات الضعيفة، ولكن كيتجاهلوا واحد الامر مهم، هو ان الفيروس ليس قاتلا للناس اللي كيتلقاو علاج، يعني كيلقاو اسره في المستشفيات اللي يقدروا ياخذوا المضادات الحيويه اللي تساعدهم على تقويه المناعه ديالهم. اذا تفشى الوضع بحال هكذا وبقات هذه اللامبالاه هذه، بطبيعه الحال سوف يصعب على الجميع الحصول على سرير للتداول في المستشفى، وبالتالي ستكون الوفيات بشكل مرتفع جدا. هذه الجزئيه هذه الناس اللي ما كيركزوش عليها. ثاني حاجه، الناس يطمئنون بعضهم البعض حين يرون بعضهم في المقاهي جالسين او كيسلموا على بعضياتهم، كيحسوا بنوع من التآزر، بمعنى بان المصيبه هي عامه والناس ما خايفينش، دونك حتى انا ما نخافش، وهذا هو سبب المشكل الكبير الكبير جدا. هذه الطبيعه ديال الانسان، ملي كيشوف الاخر ما خايف شويه كيحس براسو حتى هو الامور راها مزيانه وتحت السيطره الى اخره. فهذه الجزئيه هذه ايضا جزئيه خطيره. ثالث حاجه، الدور الان ديال الدوله، الدور ديال وزاره الداخليه على وجه الخصوص. عمال الاقاليم خصهم يعطيو تعليمات صارمه واوامر للقياد المقدميه للشيوخ انهم يتدخلوا في الاحياء الشعبيه، لانها الاحياء الشعبيه هي منعزله تماما عن ما يقع في العالم وكانها غير معنيه، الحياه مستمره بشكل طبيعي. واحد الوئام اللي هو غريب جدا، قبل قليل الناس في الشارع هنا اطفال كيسعوا للغيط ولا معرف شنو، والناس كيتصافحوا وكيتسالموا الى اخره. اذا الامر خطير جدا، خص الدوله تدخل مادام الشعب ما قدرش انه يستوعب هذه الفكره هذه ديال اننا كنعيشوا واحد الوضع استثنائي، فعلى الدوله ان تتدخل بشكل صارم عن طريق الاجهزه التفصيليه ديالها اللي هي المقدميه والشيوخ الى اخره، باش يوقفوا ويخليوا الناس يدخلوا لديورهم. حيت اذا مشى كما كنقولوا بالدارجه الطرح كبر علينا شويه، راه بقاو الناس كيطيحوا بحال الزومبيز في الشارع. حاجة واحدة أخرى، الجهل، ممكن أن الجهل اللي كنعيشوه دابا حاليا ممكن أنه يكون أقل حدة وأقل إيذاء ملي تكون جالس في القهوة أنت وصاحبك، ولو أنت وصاحبك وكتجمعوا كتهضروا على الجهل باعتباره ظاهرة كاينة في مجتمعات الدنيا بحالنا حنايا دول العالم الثالث، وأنها ما غاديش تخصنا، وغتشرب قهوة وتمشي بحالك تتنعس في الدار. ولكن الآن الجهل أصبح خطرا علينا جميعا. انت كدير الاحترازات ديالك، كدير الوقايه ديالك، ولكن واحد اخر ما تسوقش، وداك الواحد اخر هو كائن كيعيش معك في نفس، كيشارك معك نفس الفضاء في الحانوت، في القهوه، في برا، في يتلقى معك برا، يسلم عليك، يحرجك، ما تقدرش تمنع يدك منه الى اخره. بمعنى ان الدوله خصها تدخل، واما الامور تدخل على السيطره. هذا امر، لا احنا شفنا دول كبيره وقع على هذا المشكل هذا، فما بالك بدول حنايا اللي عندنا كما قال العثماني عندنا 250 سرير ولا ما عرفتش شنو، شي حاجه بحال هكذا. وانا كنوجه دعوه للناس كاملين اللي فاهمين شويه الوضع، فاهمين شويه الوضع، حنا ماشي اطباء ولا منظرين ولا علماء، ولكن حنا قرينا الوضع وشفنا التجارب ديال الناس، الجيران ديالنا، التجارب في العالم، كيفاش قدروا انهم اللي احتوى المرض احتواه هو اللي تفشى المرض وما قدرش يسيطر عليه، بحال ايطاليا واسبانيا. ما خصناش نوصلوا لذاك، رغم انهم تجارب رائده في الطب، حنا ما عندنا والو. هذه الحقيقه اللي خصنا نتاكدوا منها. دونك كنشوف بان خصنا الناس اللي واعيين شويه، بين قوسين انا ماشي كنطيح من القيمه ديال شي واحد، ولكن الناس اللي واعيين شويه انهم ينشروا فيديوهات يحاولوا انهم يحاربوا هذا الجهل المتفشي بشكل قاتل. شكرا.